وهذه عودة أخرى إلى الأستاذ صلاح أبو شريف الرئيس جبهة الشعوب غير الفارسية. مساء الخير. مساء الخير والسعادة، أهلا وسهلا. أهلا بكم أستاذ صلاح. ما مغزى تصاعد حوادث الاغتيالات اليوم في إيران سواء بيد إيرانيين أو غير إيرانيين؟ بداية شكرا على الاستضافة. طبعا بعد أن قمعت السلطات الإيرانية كل صوت حر و اغتالت الشباب والطلبة والنساء والرجال واستخدمت كل أساليب العنف ضد المتظاهرين، كان متوقع دون أدنى شك أن تكون يعني لهذا العنف المبرمج من قبل النظام الإيراني ودولة الاحتلال الإيرانية أن تكون هناك مقاومة، ومقاومة للعنف بالتأكيد تأتي مقاومة انتقامية، مقاومة ثورية تواجه يعني أركان النظام وقواته الأمنية وقواته اللي تغمع ب يعني المتظاهرين. فكان متوقعا أن ينتقل هذا العنف إلى عنف مضاد من قبل الشارع والجماهير والمقاومة لسلطات الاحتلال الإيراني. إيران لم تترك أي وسيلة إلا واستخدمتها ضد المتظاهرين السلميين، نعم، سواء في بلوشستان، الأحواز، كردستان، أذربيجان، في المدن الفارسية. لن تستمع إلى صوت المتظاهرين، لن تبحث أي إصلاح للحالة المعيشية أو السياسية أو الحقوق، ولن تريد أن تقبل أي إصلاحات في نظامها أو تغيير في نظامها. فبالتالي أعتقد يعني كل هذا العنف الممنهج من قبل النظام سوف يؤدي إلى المزيد من العنف ويؤدي إلى المزيد من المقاومة الشعبية والجماهيرية، نعم، والمقاومة المسلحة لمواجهة هذا النظام الإيراني اللي يرفض السماع لصوت المتظاهرين السلميين. طيب من وجهة نظركم من يقف وراء هذه الاغتيالات، وإلى أي مدى تدلل على هشاشة الأجهزة الأمنية في إيران؟ هو غضب الشارع وغضب الجماهير وغضب الشعوب غير الفارسية هو من يعني يقف خلف هذه يعني الأعمال المسلحة. عندما لا تترك السلطات الإيرانية أي مجال للحوار، عندما لا تترك السلطات الإيرانية أي مجال للتعبير، نعم، للمظاهرة السلمية، تعتقل عشرات الآلاف وفق اعترافها، لا تفرق بين صغير وكبير، لا تفرق بين امرأة ورجل، تعتقل وتعذب وتعدم والمحاكم بيدها، لا يوجد هناك إعلام حر، لا توجد هناك منظمات إنسانية تشرف، لا تسمع إلى صوت العالم، لا تسمع إلى صوت المنظمات الدولية والإنسانية. فكيف نتوقع يعني هل تقتل هذه الناس بدم بارد وهي تبقى مكتوفة الأيدي؟ من يعني كان متوقعا أن تشتغل هذه الثورة إلى ثورة عنيفة للتصدي لعنف النظام الممنهج والمبرمج. طيب إلى أي مدى أيضا تثبت هذه الاغتيالات أن العنف كان غير مبرر من جانب النظام ضد التظاهرات، في حين أنه أعطى الفرصة للخارج دون أي رد يوازي حجم هذه الخسائر التي دفعتها بالاغتيالات؟ يعني بداية يعني النظام أصبح منبوذا وغير شرعي داخليا وإقليميا ودوليا. هذا يعني أصبح الكل يعرفه، والكل يريد أن يتخلص من هذا النظام. النظام اليوم كلما نقص أي من أركانه سوف يطلق صدور سواء في الداخل أو في الإقليم أو في العالم. هذا ما نشاهده الآن. فيما مضى ربما كانت إذا حصلت بعض الاغتيالات الدول الإقليمية دول العالم تدينها، ولكن الآن هذه ليس اغتيالات، هذا في حقيقة الأمر هو يعني محاسبة الغتلة، محاسبة المجرمين، محاسبة أولئك الذين يقتلون الأطفال والنساء. وبالتالي يعني الشارع يريد التخلص من هذا النظام بطرق سلمية، والنظام هو اللي يرد على كل الناس بالطرق العنيفة واستخدام السلاح وحتى هذه السموم اللي يستخدمها الآن ضد الفتيات في المدارس، وهذا ما يعرفه دول الإقليم وتعرفه دول العالم. هناك جانب آخر، يعني ما قيمة الشكوى التي قدمتها ميليشيات إيران في العراق ضد رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي بالتهاون في عمله ما أدى إلى اغتيال كل من سليماني والمهندس؟ ماذا عن المنفذ والمسؤول المباشر عن هذه الاغتيالات وهي الغارة الأمريكية التي حدثت في يوم 3 من كانون الثاني 2020؟
هؤلاء هم يعني من جابتهم أمريكا وسلطتهم أمريكا وحامتهم يعني حتى فترة طويلة وحتى اليوم أمريكا، فكيف يعني تتوقع أو يتوقع أحدا أن يحاسبوا مثلا الرئيس الأمريكي أو غيره من المسؤولين الأمريكان؟ هم الآن بيناتهم تصفية حسابات داخلية بين الميليشيات وقادتها ويعني من هم في العملية السياسية في العراق، هؤلاء يحاسبون بعضهم البعض، ومن يكون في السلطة يعمل على تصفية الآخر. هذا كل ما في الأمر، يعني الكل يعرف من خلف مقتل سليماني ومن خلف مقتل أبو المهندس، وكذلك يعني الكاظمي لم يكن أساسا إلا هو أحد الأوراق الموجودة في السلطة. طيب لنعود إلى إيران، ماذا عن الموقف الشعبي من هذا النظام؟ إلى أي مدى تصدعت الجبهة الشعبية وتوحدت ضد النظام الحاكم في إيران؟ إيران كنظام يعني يعاني من الأزمتين حقيقيتين. الأزمة الأولى هي الشعوب غير الفارسية اللي هي أساسا لا تعترف بالدولة الإيرانية، سواء كانت جمهورية أو إسلامية ديكتاتورية وحتى ديمقراطية. الشعوب غير الفارسية تبحث عن حقها في تغيير المصير والاستقلال واستعادة دولها. هذه أزمة، وأزمة يعني لا يمكن لإيران أن يحلها إلا بالمواجهات، وهذا ما يقوم به منذ 100 عام سواء في النظام الملكي أو النظام الحالي. وأزمة أخرى هي أزمة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذا يشمل حتى الشعب الفارسي. هذه الأزمة مرتبطة بالأزمة الأولى، لا يمكن للنظام الإيراني أن يسمح بالحرية والتعددية وتأسيس الأحزاب وهو يحتل الأحواز ويحتل بلوشستان ويحتل كردستان وأذربيجان. عندما تكون هناك حرية وديمقراطية وتعددية، هذا يعني يحق للأحوازي أن يؤسس حزبه ويعمل على حق تغيير المصير، وهكذا للبلوشي، وهذا يعني ما لا تقبله السلطات الإيرانية على الإطلاق. فبالتالي هم في أزمة داخلية كبيرة تتمثل في كفاح الشعوب من أجل التحرر وكفاح الشعب الفارسي من أجل الحرية والديمقراطية، وهذين مرتبطين ببعضهم، ولا يمكن للفرس أن يحصلوا على أي من حقوقهم دون حصول الشعوب للتحرير وحقهم في تغيير المصير. وبالحديث عن الحريات، في تقرير لمنظمة فريدم هاوس تقول أن مشروع خميني تحول إلى ثورة استبداد، وحلت إيران في هذا التقرير بالمرتبة 12 عالميا على مؤشر تراجع الحريات. يعني لربما لا يوجد في تاريخ الثورات ثورة دموية كما حصلت في ما تعرف بجغرافية إيران السياسية عام 1979، حيث بدأ هذا النظام بإعلان الجهاد على الأحوازيين وكردستان وأذربيجان بلوشستان وتركمانستان بحجة أن هؤلاء الشعوب يريدون تفكيك إيران. من ثم بعد تصفية هذه الشعوب و قاتلها والهيمنة عليها من جديد، بدأ بتصفية كل التيارات في داخل إيران اللي تطالب بالحرية والديمقراطية، ويعني كانت مخالفة للنظام الملكي السابق. ثم بعد تصفية كل اليسار والقوميين والجمهوريين، ذهب ليصفي عناصره الداخلية اللي تختلف معه. وشاهدنا ونعرف جميعا، وصلت حتى نائب الخميني منتظري كيف قعدوه في البيت حتى مماته. هذا النظام الدموي لم تشبهه أي ثورة. شكرا لكم من كندا، رئيس جبهة الشعوب غير الفارسية الأستاذ صلاح أبو شريف، شكرا لوجودكم معنا.